الحبيب يريد يرى أنه حب مستحيل، ولا يفهم ماذا يحدث له، لأنه يحس بحب كبير لم يشعر به في حياته، وهو يتساءل لماذا لا أنسى هذا الحبيب، لماذا لا أنسى هذه المرأة، لماذا لا أنسى. يعني أنت برج الأسد، الحبيب عفوا، الحبيب يتساءل لماذا لا يمكنني نسيانه، لأن أرى أن هذه الحكاية ليست جديدة، وخا لم تحدث البارح، بل فيها يعني سنوات، سنتين أو ثلاثة أو أكثر، وخا لماذا لا يمكنني نسيانها، لماذا يصعب علي ويستحيل علي نسيانها، لماذا. ولذلك هذه المعاناة الكبيرة، هو في صراع، هو يحبك، وهذا الحب الشديد والقوي والعظيم يؤلمه قلبه، يعني هو مجروح بزاف، هو مجروح، نعم. ونفس هي نفس المعاناة، لكن أنت مستوى، أنت في حالة أخرى، ودابا غنشرح لكم. واخا هو يراك أجمل امرأة في الكون، يعني هذه قراءة سحرية، وهو لا يفهم لماذا أراها في كل مكان، لماذا أسمع صوتها أو صوته، نعم. يعني هي قراءة طبعا للرجال والنساء، نعم. وكل هذا الحبيب يتساءل لماذا كل شيء كيف يفكرني بهذه المرأة، لماذا كل شيء يذكرني، لماذا أرى رموز، لماذا أرى علامات، لماذا أرى إشارات سماوية تذكرني بحبيبي. نحن نتكلم من جديد عن ما في بال هذا الحبيب، ما هي حالته، نعم. وحالته هي هذه، هو غرق، مسكين مسكين، نعم. أنا أعطف على هذا الحبيب، أنا أراه بروحي في هذه القراءة، لكن أنت تراه بعينيك وتعرف أنه كيسوفري، أنه يعاني كثيرا، أنت تعرف لماذا، لأنك أنت حالتك مختلفة، نعم. هناك معاناة كبيرة 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 بحاله، لكن أنت في حالة روحية مختلفة، لماذا؟ لأنك أنت حبيبي تعرف أنه توأم روحك، توأم الشعلة، نعم. لذلك أنت حبيبي بفضل روحانيتك العالية والجميلة والسماوية، أنت لم تعد تبكي من أجلك، بل تبكي على هذا الحبيب لأنه مسكين، نعم مسكين، تعطف عليه، هو يعني لا إله إلا الله، هو حزين بزاف، وترى هذا الحزن العميق في وجهه، يعني لو فيزاج ديالو حتى لون وجهه تغير، نعم. هناك معاناة للأسف الشديد، آسفة، يعني معاناة كبيرة، نعم. أنا لا أريد أن أحزنكم، لكن هذا ما أراه، هذا الحبيب معاناته وعذابه عملاق، نعم. أنت تبكي عليه لأنك في مرحلة وعي وسلام وهدوء وانتظار، كذلك أنت تنتظر المصير الحقيقي، أنت تعرف أن يعني نهايتكما ستكون يعني يعني سيجمعكم القدر، من سيجمعكم القدر، واخا أرى بالتي أريد أن أزيل الله، يعني الكثير الكثير من ما هذا، يعني ما لكم بزاف ديال التفكير، بزاف ديال التفكير، وبزاف ديال البكاء، بزاف ديال التفكير، وحب، يعني لأنه حب كبير بزاف. أنت حبيبي في مرحلة كما قلت وعي سامية، وتعرف أنه توأم روحك، توأم الشعلة، نعم. لذلك أنت في يعني مختلف، يعني طاقتك، يعني معاناتك مختلفة، وخلي أنك هناك أمل، هذا الأمل، هذا النور الذي بداخلك، أنت تعرف أن نهايتك ستكون معا رغم هذه العوائق. أنا أرى عوائق، أولا العائق الذي رأيته هو اختلافات دينية وثقافية وعرقية، نعم، وطائفية، وكذلك هناك شخص آخر، قد تكون البعض منكم عوائق يعني من هذا النوع أو من نوع آخر أو كلها معا، وهذا هو توأم الروح يعني الحقيقي، يعني عوائق مختلفة، وحتى في السن، يعني سن ديانة، سن يعني أنت أكبر منه أو هو أكبر منك قليلا، اختلاف الديانة، هو متزوج وأنت متزوج، يعني كل هذه الأشياء قد تجمعها أنت، لأنه حبيب توأم الشعلة، توأم الروح،
وقد تكون البعض فقط، يعني قد يكون نوع واحد من يعني من هذه العوائق التي ذكرتها. واخا الله، هذا الحبيب شيء آخر، شيء آخر، أنا آسفة. هذا الحبيب، البعض منكم، هذا الحبيب مدمن على السيجارة، يعني كيكمي بزاف 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 مسكين. والبعض الآخر على الخمر، أو ربما الخمر والسيجارة معا. هذا الحبيب كما قلت يعاني بزاف، يعاني لأن لا يعرف كيف يخرج من هذه المرحلة، كيف يأتي إليك. وكذلك البعض الآخر، هناك قد تكون هناك يعني خوف من ما هو يعني من الجانب المادي، هو يرى أنه أنت ملاكه وملكته وأميرته، لا يمكنه أن يعطيك ما تستحقه. يعني نتكلم عن الجانب المادي كذلك، يعني كنشوف هنايا واحد المجموعة من الرسائل يعني مختلفة مختلفة وكثيرة. هذا الحبيب مسكين، قلت يعني إذا كانت لكم فرصة أن يعني أن تتكلموا معه، يعني حاولوا أن تقولوا له اعتني بنفسك. نعم، اتركه يعني يا حبيبي، إلا فقط يعني جانبك الروحي ليس العاطفي والمشاعر، مشاعر الحب فقط، يعني من طبعا هو توأم روحك، هو توأم روحك، يعني أنت تريد أن تعتني به وهو كذلك. لكن هناك بزاف ديال هذا ديال العوائق. الله، هو الله، شوفوا توأم الروح من جديد، توأم الروح، شوفوا كيفاش توأم الروح، شوفوا على قراءات الله. الله، هو مسجون، نعم توأم، يعني طبعا لا إله إلا الله. هذا حبيبي كما قلت هو يشرب بشكل مفرط أو يدخن بشكل يعني كيكمي بزاف، يعني مدمن على السيجارة لأنه يحاول أن يغرق أحزانه. نعم، لكن يعني للأسف هو غرق في أحزانه للأسف الشديد، لا يعرف كيف يصل إليك، لذلك يبحث يعمل هذه الأشياء. وكذلك بلاتي قراءة يعني قوية بزاف، حزينة لكن جميلة بزاف، لأنه توأم الشعلة. الله الله، أحس بحزن شديد 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 جدا، لكن لا لا لا، لا أريد أن تكونوا، الله يخليكم، ما تكونوش يعني سلبيين. فأنا شوفوا شوفوا على كارت شحال زوينة، فقط يعني أنا أتأثر بالقراءات حبيبي، فقط أتأثر في بالقراءات. هذا الحبيب عزيزي يبحث عنك، هذا الحبيب يبحث عنك، هو يبحث عنك في السر، ربما يمر يعني قرب بابك، قرب بيتك أو قرب المكان اللي أنت متواجد فيه، وفقط يريد رؤيتك ليرتاح، أو يعني يقترب منك، يقترب منك لكي يعني توشك شوية، لكي يرتاح. نعم، الله، أرى أن هذا الألم سيظل في روحه حتى يجمعكما القدر، حتى يجمعكما القدر. هذا الإنسان كذلك يريد أن تتبعه. نعم، يريد أن يجمعكم، أن يجمعكم طريق واحد، وليس فقط ذلك، بل أن يعني هذه القراءة سحرية، يعني سحرية. هو في الأخير شوفوا النهاية، وأن طريقكما سيكون واحد لكن بطريقة سحرية. لا أدري ماذا سيحدث، هو الآن ما زال في مرحلة أنه لا يعلم، لا ولا يفهم في هذه الأشياء، لا توأم الروح ولا توأم الشعلة. أما أنت، نعم، لذلك أنت يعني حالتك مختلفة عن حالته، ولا يفهم مسكين، عند واحد المعركة ومع نفسه لأنه لا يفهم أي شيء. لكن هو يعني تقول هذا سيسقط، سيسقط من الكرسي
وسيارك، يعني هذه كذلك توأم الروح، لأن توأم الروح كما أنك ترى الآخر في كما توأم الروح هو المرآة. نعم هذا ما تقوله. وهو أخيرا سيتحرر وسيفهم، سيبدأ يفهم بأن هذا الرابط غير عادي، وأنه يعاني، لأنه لابد أصر أنه يجب أن يكون معك. نعم، وهذا يعني هذه طاقة سحرية، يعني نتكلم عن توأم الشعلة وتوأم الروح. لا أدري ماذا سيحدث، يعني يا أنتما ستمشون في طريق واحد بطريقة سحرية، لا نعرف ماذا سيحدث بهذه العوائق التي بينكما، التي يعني تفرقكما، لكن هذا الحبيب أخيرا سيقع بعد، يعني بعد تأمل وتفكير عميق، سيقع من الكرسي وسيرى نفسه الذي هو أنت، يعني في المرآة توأم الروح. نعم، وسيستيقظ. هذا ما تقول كذلك هذا القرد، سيستيقظ من جديد وسيبدأ يفهم هذه الأشياء، يعني توأم الروح، توأم الشعلة، وأن الله يعني وضعك في طريقه رغما عن هذا الصراع ورغم هذه العوائق. الآن يعني بدأ يستيقظ، وهو كما قلت هو لن ينتهي ألمه حتى يجمعكما الله. واخا الله، كانت قراءة قوية، يعني تأثرت بزاف. مسكين يعاني بزاف، يعاني مسكين مسكين هذا الحبيب الذي تسأل عنه، هو يعني ربما في حالة أسوأ منه، لكن أنت الذي تعرف ماذا يحدث له. لنرى ما هي الرسالة السماوية والرسالة السحرية. كانت يعني من أقوى القراءات. الله يا ربي، وفيها معاناة كبيرة. الله، مالكم مالكم أحبائي؟ العزلة، التحول الروحي. الله، شوفوا الميراكل، يعني المعجزة. الله، معجزة ستحصل، معجزة بينتكم. الله، شوفوا أنت ربما أنت شوية مرتاح، وبسبب وبفضل هذا ليس مرتاح، أنت طبعا تحبه، لكن أنت يعني قلنا أنك في حالتك مختلفة، يعني حزنك مختلف، لأنك أنت تفهم الأشياء وأنت واعي. لماذا؟ لأن روحانيتك عالية على روحانية الحبيب، لذلك أنت ربما تمارس التأمل، تمارس يعني التفكير الإيجابي، ترسم أحلامك مع هذا الحبيب، وبفضل هذا الابتعاد وهذا العزل وهذه الروحانية سيكون هناك تغيير روحي، وبفضل هذا التغيير معجزة. الله الله على قراءة. الله، الحمد لله. الله، ليس معجزة، معجزات، تقول معجزات ستحصل. لماذا؟ لأن هناك الكثير من العوائق. يعني توأم الشعلة أحباء، يعني أولا سعادتكم من جهة، يعني ما أسعدكم من جهة، لأنكم وجدتم توأم روح وتوأم روح توأم الشعلة، لأن ليس أي واحد يجد توأم الشعلة، فقط لي جون سبيسيال، الناس المميزة روحيا، روحيا يعني ليس إنسان عادي من يجد توأم روحه وتوأم الشعلة. وخا لذلك ستحدث معجزات. ومن جهة أخرى طبعا هي معاناة كبيرة، لكن لا مفر منها. من هذه أنت تستحق الحب، طبعا طبعا تستحق الحب. هذه تتكلم عن مشاكل مادية، ربما البعض منكم، أو لا، ما قلته سابقا، يعني هذا الحبيب، قلت هذا، يعني الحبيب يعني يخاف، يعني هو يعني مشاكل، لديه مشاكل مادية ويخاف يعني من الجهة المادية، أنه قلت هذا، يعني عودوا للفيديو وسترون أني قلت هذا، أنه لا يمكنك إعطاؤك ما تستحقه، فهو يراك كالملاك، يعني توأم الروح وتوأم الشعلة هكذا، يريد الأفضل لك، وهو يحس يعني أنه فقير نوعا ما. واخا، لا، بجوج، خرجوا لي بجوج،
خرجوا لي بجوج، لكن معليش. هذه تقول لك أن تحترم المراحل، لكن هذه الرسالة هي في الحقيقة للحبيب وليس لك، لأن الحبيب هو الذي يتواجد في المرحلة الروحانية، يعني الدنيا، يعني لا يفهم توأم الروح وهذه الأشياء، لا يفهم، هو فقط يتساءل لماذا أحبها، لماذا أعاني، وهذا الصراع. هذه الرسالة في الحقيقة له، تقول أنه يجب أن تحترم مراحل الحب. نعم، هذه مراحل الحب.